حياتي؟ شو حياتي؟ الشهر الجاي شو الشهر الجاي؟ الشهر الجاي؟ شو؟ جانفي؟ شوفي بجانفي، شوفي 5 جانفي 5 جانفي عيد مين؟ عيد حياتي عيدك حياتي ولا ما عم تنسي؟ لا حياتي مش ناسي، بس انه من هون ل 5 جانفي لانه في وقت عرفت حبيبي منيك، بس انا ماني ناسي. معك حق، بس هو القصه انه انا حايس السنه شوي، انه قبل بوقت عم ذكرك بشيل، لانه السنه مخبالك مفاجاه حلوه، انه الهديه غير شكل، وانا حايس مش مصدق امتى يصير 5 جانفي. حياتي شو هي الهديه؟ مالي هلا من هون ل 5 جانفي مش مشكله خبريك؟ ايوه ولا؟ لا لا ولا مخبرك ولا نحن بليز حياتي ما تحرقصني. طيب. عهرتني لك حياتي السنة جايب لك هدية كتير حلوة وهي فيلا. لا نعيم عم تمزح. فيلا بتعقد، فيلا عن جد حياتي بدك تحبيها كتير. فيلا 3 طوابق مع بيسين وجنينة 2000 متر بتعقد. ياي ما بصدق حياتي، عن جد عم تحكي؟ بنقول على فيلا يعني حياتي 5 جانفي بعد فيها؟ هلا مزبوط انه مرت وزير، انا ما بحب انه انت مثلا قاعده بهالبيت هالابارتمون، هيدا شقه ببنايه حتى لو كانت من 100 متر وسوبر دوليكس وكل شيء، بس انا بدي مرت الوزير تقعد بفيلا، والسنه ان الله راد رح تقعدي بالفيلا بعد شهر. ياي ليك بس حياتي مش غاليه يعني؟ غاليه حياتي ولو انت عم تحكي بش غاليه؟ ما تقولي هيك خلص. لا شو عاملين من ضرائب التي في آ فكرك للمواطنين؟ ايه؟ هيدي ضريبة التي في آ، لا شو عاملينها؟ ايه؟ ما يكون في شيء اسمه غالي علينا وعليك انت يا احلى مرت وزير بالعالم. عقد مصروفك مد ايديك عجيبة المواطن.